يوم الاخ عيسى العقاوية. الزول غيفون سيدي ممثل عميل صاحب الجلالة على إقليم خنيفرة، السيد رئيس المجلس الإقليمي، السيد رئيس المجلس البلدي، السيد ممثل رئيس المجلس الجهوي، السيد رئيس جامعة تراب الصناعة التقليدية بالمغرب، السيد رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان بابن ملال، السيد عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بابن ملال، السيد رئيس الجمعية الجهوية للتراث والتنمية بابن ملال، السيد مدير المركب الثقافي أبو القاسم الزياني بخليفرة، السادة البرلمانيون والمنتخبون، السادة رؤساء المصالح وفعالية المجتمع المدني، السادة ممثلو فعالية الاقتصادية والجمعوية بخليفرة، إخواني أخواتي أيها الحضور الكريم، يسعدني في البداية أن أرحب بكم جميعا في افتتاح هذه النسخة الثالثة للمهرجان الدولي للإبداعات والفنون الجبلية بخليفرة الذي دأبت على تنظيمه جمعية سكان جبال العالم فرع خنيفرة بشراكة مع وزارة الثقافة والمجلس الجهوي والمجلس الإقليمي والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أبت إلا أن تشرفنا اليوم بحضورها في هذا الافتتاح، وهذا إنما يعكس الإرادة القوية لكل هذه الفعاليات الغيورة باهتمامها البالغ بقضايا وانشغالات المواطنين بهذا الإقليم والدفع بعجلة التنمية بكل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما أشكر جزيل الشكر السيد رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان بابن ملال، والسيد عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بابن ملال، والسيد رئيس الجهوي للتراث والتنمية بابن ملال على مساهمتهم القيمة في إنجاح الشراكة المتميزة التي تربطنا معهم كجمعية سكان جبال العالم. كما لا ننسى أن نشكر رئيسة غرفة الصناعة التقليدية ورئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية بالمغرب على الشراكة الجدية والفعالة التي ساهمت بدون شك في إنجاح هذا المهرجان الذي يوجد تكامل بين أهدافه وأهداف المعرض الجهوي للصناعة التقليدية التي تصب في إطار واحد، ألا وهو إنعاش المحيط السوسيو اقتصادي لإقليم خنيفرة وإبراز مؤهلات سكان الجبل في كل المجالات وخاصة ما يتعلق بالموروث الثقافي الأمازيغي والصناعة التقليدية. ونشكر أيضا كل من دعمنا وساهم في من قريب أو بعيد في إنجاح هذه النسخة من فعاليات المهرجان الدولي للإبداعات والفنون الجبلية. حضرات السادات والسيدات، فبعد ما حققته النسخة الأولى والثانية من مهرجان من هذه المهرجانات هذه التظاهرة من نجاح باهر ومتميز، تأتي هذه النسخة الثالثة تحت شعار المرأة الجبلية تعدد الوظائف ونضال مستمر، وذلك احتفاء بالمرأة الجبلية الصامدة والمناضلة في صمت والتي تشتغل بعيدا عن كل الأضواء، حيث من السمات البارزة والمتردفة للمجتمع الجبلي تعدد وظائف المرأة لدرجة قد تصل حد تعويضها للرجل في مهامه الشاقة. إذ لنحيي عاليا من هذا المنبر المرأة الجبلية الأمازيغية. كما لا ننسى أن هذا المهرجان يعد كوقفة تقييمية للواقع المزري الذي يعيشه سكان الجبل، وهذه من طبيعة الحال من بين الأهداف التي جاء من أجلها، وذلك لإبراز ما يزخر به إقليم خنيفرة من إمكانيات ضخمة بشرية وطبيعية وأرضا خصبا لإنجاح أي مبادرة تنموية مندمجة قد تجعل منه إقليما متميزا ونموذجا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يسعى إليها المغرب. إلا أن واقع الأمر يعكس الإقصاء والتهميش الذي يعيشه هذا الإقليم بعيدا عن كل سياسة تنموية حقيقية قد تخرجه من الركود الاقتصادي الذي يتخبط فيه حاليا. حضرات السيدات والسادة، إن هذه التظاهرة تتوخى أساسا التبادل الثقافي محليا ووطنيا ودوليا وإبراز الموروث الثقافي الذي تتميز به المناطق الجبلية، وكذا الإسهام في تنشيط الدورة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالإقليم التي ستعكس بالضرورة إشعاعا وطنيا ودوليا لهذا الإقليم، خاصة وأن هذه النسخة تأخذ طابعا دوليا.
كسابقتها الثانية، بالانفتاح عن العالم الخارجي بمشاركة فرق وفنانين أجانب، تغني الميدان الثقافي الوطني وتخلق نقطا للتلاقي وتبادل الأفكار والمهارات ومقارنة التطور الفني المحلي بنظيره في الثقافات الدولية الأخرى، وذلك في إطار استراتيجية هادفة تروم التحسيس بالتنوع الثقافي ببلادنا وربطه بمحيطه العالمي بغاية نشر قيم الانفتاح والسلم والحوار وإنعاش المحيط السوسيو-اقتصادي بالإقليم. كما أن هذا المهرجان يأتي في إطار إحياء التراث الفني المغربي العريق الأمازيغي والنهوض به والحفاظ عليه، وكذا دعم الإبداعات الجبلية وتعزيز الثقافة الأمازيغية كمكون أساسي للثقافة المغربية، بالإضافة إلى أنه استثمار ثقافي واقتصادي وسياحي بالمنطقة ووسيلة من وسائل التنمية الثقافية التي هي رافد من روافد التنمية المستدامة. وبالموازاة مع هذا المهرجان وبتنسيق وشراكة فاعلة مع غرفة الصناعة التقليدية، فإن الغرفة تنظم معرضها الجهوي التاسع للصناعة التقليدية تحت شعار الصناعة التقليدية المغربية تراث ثري وحضارة مرموقة وذلك في إطار تفعيل استراتيجية تنمية القطاع وإنعاش وتنمية الصناعة التقليدية بالإقليم. حضرات السيدات والسادة، في الختام نؤكد لكم التزام جمعية سكان جبال العالم بجعل هذه التظاهرة موعدا سنويا في أفق الارتقاء به إلى مصافي المهرجانات الدولية والوطنية المشهورة، وأجدد شكري لكم جميعا، ووفقنا الله وإياكم لما فيه خير مغربين الحبيب تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة نصره الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.